كل المشاهدين يلي انضموا لنا عبر شاشه سات سفن اكاديمي ليتابعوا حلقه جديده من برنامج فولو اب، موضوعنا اليوم تعدد اللغات، كل لغه بانسان، بس باي عمر فينا نبلش نعلم اولادنا لغه جديده؟ لتعرفوا اكثر عن هذا الموضوع تابعوا حلقتنا لليوم مع المترجمه المحلفه جويل عزيز وايضا السيده ان كيشيشيان مقومه نطق، تابعونا. <applause> انا بحكي ثلاث لغات عربي وفرنساوي وانجليزي فرنسي وعربي وانجليش ثلاث لغات سويدي عربي نروجي روسي انجليش وبلطش الماني بحكي لغه لغه واحده بس كمان في عندي لغه الانجليزي الانجليزيه والفرنسيه بحكي شوي كمان شي اربع لغات عربي انجليزي شوي بيرجيان شويه كردي وشويه تركي ثلاثة آ.. عربي فرنسا انجلش اكثر شيء فرنسا كلهم بدك تقولي لانه انا فرنش ادوكيتد وبعدين بالجامعه الامريكيه تعلمت انجليزي وبالشغل كله انجليزي يعني ما مكّني بكل اللغات وبالعربي اكيد الانجليش غير العربي غير لغتي الاساسيه, ال الأساسية. سويدي وروسي تقريبا إنجلش ممكن انا انه احكي باللغه الانجليزيه على مش انه يعني براتيك اه على الاخر بس بقدر اخلص حالي شوي يعني هي العربي والانجلش والبرجن فارس فرنسا كل لغه انسان جديد بدك تقولي يعني بتفتح لك افاق كثير بتخليكي مثلا تقري كتب اكثر تتثقفي اكثر ومثلا بالشغل بتكتبي مكاتيب اكثر اذا اجى ناس مثلا زبونات بالشغل بتحكيهم باللغه اللي بتريحهم يعني يعني مثل مثل اتو بايد بايده للواحد مشان يتطور كمان بفيدنا كثير نحن خصوصا الشعب اللبناني يعني بيحكي ثلاث لغات ومثل ما بلاحظ انه الشعب اللبناني وين ما راح باي بلدان العالم دغري بي بيمشي حاله بيقلع وما بيلاقي اي صعوبه بالكوميونيكيشن بينه وبين العالم اللي بيكتشف لغه بالحياه بيكتشف شعب بي بالتراديشن تبعيته بالاجتماعيات وبحياته بفوت بيدخل عليه بيعرف شو قيمه وشو حياته وشو اجتماعياته بعتقد انا اذا كان عندك تعدد للغات بيصير في عندك ثقافات مختلفه بتفهم العالم اكثر بتستوعب العالم اكثر بتحبي تتصلحي بين العالم اكثر بعتقد انه اذا بدك تسافري مثلا لمطرح برا تكون بتعرف تتواصلي مع العالم هلا اكثر شيء مع انه براتيك انجلش بس انه كل ما هيدا كل احسن او بالوركس اكثر شيء بيطلبوا كذا لغه هلا كل المدارس تقريبا عم بيعملوا في عربي وفرنساوي وانجليزي حتى المدارس الانجليزي عم بيعلموا فرنساوي اكيد اكيد بس انا بفضل يتعلموا الفرنساوي قبل بعدين الانجليزي ما, ما يكونوا انجلش اديوكيتد بعدين بعدين يتعلموا فرنساوي بالعكس يتعلموا فرنساوي وبعدين انجليزي هيك بيكون بيعرفوا ثلاث لغات كتير منيح بسجل اولادي بمدرسه فرنش فرونسي لانه اللي بيحكي فرنسي هي عليه يحكي إنجليش اسبانيول كل اللغات بعتقد اللغات البي والام هن لازم يعلموهم مش يروحوا على مدارس عشان هي عباره عن ثقافات فيك تاخديها من خلال الموسيقى او الاشعار او الاغاني كمان بهمني انه تتعلم لغات اللغه مش 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 شغله انه سيئه انه كل شيء بيقدر يحصده الانسان بالحياه من لغه من معرفه من كل شيء يعني انسان هي حياه انسايكلوبيديا وجمع معلومات وهي بحد ذاتها لغات وهي بحد ذاتها معرفه الحياه معرفه كلها أهلًا فيكم بهالحلقة من برنامج فولو أب موضوعنا تعدد اللغات وقد ممكن تعدد اللغات يشكل صعوبة للولد وقد ممكن يكون مفيد جوال كونك مترجمة فيك تخبرينا شوي قد في عندك صعوبة أو قد بيجوا لعندك أشخاص بحاجة ليكون في تعدد لغات حدا عم يترجم لهم وراء عم بيساعدهم فعلا ندى اللغه هي هويه وكل هويه بترمز لثقافه معينه قبل ما نستطرد لموضوع الترجمه اليوم انا اذا كوني انا كجوال عزيز بحكي كذا لغه من جوال عزيز هستام من ترجمان دار بيروت هستام يعني انا اسمي جوال عزيز وانا مترجم ببيروت مثلا ماي نعمة إستجوال جويل عزيز من اين بيروت كمان زيت الشيء زيت الترجمه بالالماني يومي يامو جويل عزيز يوسوي هنا تردكتورة خورة من تادا إن بيروت عم بعطيك إكزامبل للغات yeah. البعرفة اللي بعرفها يعني انا اسمي جوال عزيز وانا مترجم محلف اليوم بالنسبه للاشخاص اللي بيترددوا لجوال عزيز ترانزليشن فيرم هدول الاشخاص ان الاشخاص اللي ما بيتقنوا لغه يعني بيتقنوا بس لغه اي اللي هي سورس لانجويج اللي هي اللغه الام اللي هي اللغه الام لانج ماتيرنال صحيح نعم. بس مش هي ذا تارجت لانجويج اللي هي نعم. لانج لغة سي اللغه اللي هي اللغه اللي بدهم يترجموا لا لا, لا, لا. وهون كمان بفتح بارونتيز للاسف الشديد ندى نعم. آه بيجي بفوت لعندك العميل بيقول لك انا بحتى جوجل نو نوت ات اول لانه الجوجل ترانزليشن لا هي كثير نعم. مغيره ومختلفه آه من الـ الـ البرين انا بقول لهم الذهن البشري اللي هو قادر نعم. يتقن كل اللغات والمصطلحات من لغه للغه نعم لا هون بنعرف انه الترجمه عبر الانترنت او عبر جوجل هي ما بتكون مضبوطه 100% لانه ما بتترجم معنا بترجم كلمات سيدة أنا كيشيشيان أهلا وسهلا فيك. ميرسي حضرتك مقومة نطق بس متخصصة بتعليم اللغات تحكينا شوي عن هل هو في صعوبة أم لا أه، نحن وقت نستقبل أولاد عندهم صعوبات باكتساب اللغة منشوف شو هي اللغه يلي بتغلب بالتعلم نعم. يعني لانه في اهل اكثر بيستعملوا اللغه الفرنسيه مثلا اكثر من العربيه او العكس او اللغه الانجليزيه اول ما نستقبل الاهل منشوف شو هو الولد اللي عم بيستعمل اي اكثر لغه متداوله بالبيت ان كان بالنشاطات اللي عم يعملها خلال النهار او ان كان مع الاهل اذا هو بيقضي يمكن اكثر وقت مع الجد والست يمكن نعم. بيستعملوا العربي اول مرحله بنشوف شو هي اللغه الاكثر شي متداوله بنعمل الاختبارات بهاللغه يعني اللغه الام اللغة الأم بنعتبرها يعني أو, نعم. أو اللغة الأولى نعم. إذا في لغتين مثلا هو قاعد ساكن أو ببلد نعم. عربي أو بلبنان اللغة الأم هي اللي بنعتبرها العربي نعم. بس يمكن يكون عنده اللغة الأولى الفرنسية اللي هو أقوى فيها نعم. حسب المحيط اللي هو فيه وبنعمل اختبارات تنشوف هالولد إذا عنده ضعف باللغه الاساسيه بيكون مزبوط نعم. عنده ضعف او تاخر باكتساب اللغه، اذا باللغه الثانيه كان يعني لانه ما لازم نغلط بين نعم. انه ولد عم يكتسب لغه ثانيه بس يمكن تكون الاولى كتير عم تتطور مزبوط يعني نعم. ما فينا نقول الولد عنده صعوبات تعلميه. نعم يعني من هون أنا أهمية أنا في شغله لفتت لي نظري بكثير عيال اذا كانوا الاهل بيحكوا لغات مختلفه بيجربوا الام تحكي بلغتها والبي يحكي بلغته طيب. اما الام بتقول انا بحكي فرنسي البي بيحكي بالعربي الست والجد بيحكوا بالعربي ليكون الولد عم بيكتسب لغتين من هو صغير بنفس الوقت قد ايه هالطريقه بالتعامل مع الولد الصغير يلي يعني بعد ما بلش مدرسه بتساعده انه يكتسب لغتين نحن كثير بنشجع كاختصاصيين في تقويم النطق بنشجع كثير انه الولد يستعمل عده لغات من اول ما يتطور يعني الاهل يستعملوا معه كل اللغات حتى لو كان في مزيج عده لغات فرد جمله لانه نعم. هيدي طبيعه اللي عم نشتغل فيها واللي بنحكي فيها خلال النهار يعني لازم تكون في عفويه آه وقتا نحكي مع الولد يعني حتى لو في مزيج عدة لغات وهذا شيء كتير صحي لأن الولد بيكتسب مخزون كلمات زيادة آه بيصير ذهنيا متطور أكثر من الولد اللي هو بس آه بتواصل بلغة واحدة التواصل نقصد فيه نحن الاستيعاب والفهم والتعبير الشفهي جوال كونك أم لأربع صبيان صحيح آه اي لغة بتحكي معهم؟ كيف بتحكي معهم؟ انت بتتقني عدة لغات؟ آه أنا بسامي ثلاث لغات بالبيت، يعني بربيهم باللبناني بالعربي، آه بتواصل انا وياهم باللغة الاسبانية وبعلمهم بالفرنسي، هذا آه المخزون اللي بتعطيه لاولادك من هن وبعمر صغير، يعني نحن عم نقول انطلاقا من عمر السنتين وطلوع، آه كتير بساعدهم، بساعدهم مش بس يكون عندهم آه مخزون لغوي بس باجاج لينغويستيك اللي حكينا عنه، لعم. بساعدهم يكون يكون عندهم او عم عن بيكونوا ارضيه خصبه لثقافه بلد معين ولتعلم اللغات اكيد كمان تعلم اللغات واتقان اللغات نعم. والمصطلحات بهالخصوص صحيح في كثير بيفكروا انه نحن وقت نحكي عده لغات مع الولد عم نتعبه هل بتعتبري كونك اختصاصيه هالشي ممكن يتعب الولد لا ويشكل له ضغط ابدا أه المهم هو انه الولد يكون يعني ما عنده صعوبه تواصل يمكن تواصل غير شفهي يمكن تواصل مع الاهل يعني مش اللغه هي العائق بيكون في اشياء تانية معقوله تسبب له عائق مثلا نعم. اذا الولد عنده اعاقه معينه ما قادر يعبر بكلمات او ما قادر يتواصل بطريقه صحيحه بالنظر بالتعبير الجسدي يعني هيدول دول بنعتبرهم صعوبات ما بنعتبر تعدد اللغات صعوبات لا. ابدا بس في مرات بنلاقي اساتذه لغه كثير بيقولوا انه بترجم ما بيفكر بالفرنسي او بالعربي م. بتبقى عم تصلح له التعبير اما اللي كاتبه بتقوله انت هون بفكر بغير لغه يلي كتبت فيها صح. هون هيدي ممكن تكون كمان صعوبه كيف فينا نتخطيها الولد بطبيعه الحال بيكون عنده يعني وقت بيتداخلوا اللغات ببعض صح يعني انا بفكر بالعربي بكتب بالفرنسي بتطلع جملتي غلط صح هو وقت الولد يكون عنده لغتين واكثر مكتسب لغتين واكثر نحن بنقول اوقات الولد لفكرة فكره وحده يمكن يكون عنده كلمه وحده نعم اوقات لفكره وحده بيكون عنده كلمتين مثلا وقت يشوف غرض بيقول طاوله طابل يعني هون عنده لفكره وحده كلمتين نعم. اوقات الولد ما بيكون عنده للفكره الوحيده الا كلمه وحده نعم. هون بيكون صعوبه بالتعبير الكتابي وهون بيكون دور المجتمع او الانشطه اللي عم بيعملها خلال النهار قد هي عم بتنمي له مخزون الكلمات ليصير عنده اكتساب مفردات اكثر بعده لغات نعم. وكمان من هيك بيكون في صعوبه يعني كمان في يمكن على تاثير على تركيب الجمله صح تركيب آه لانه تركيبه و... الجمله بتختلف بين اللغه العربيه صح. بين اللغه الفرنسيه بين اللغه الانجليزيه صح. آه إذا حتى الالمانيه م... يعني الالمانيه مثل بالعربي في عنا اعراب غير لغات آه ما عنا اعراب عنا تر... طريقه تركيب الجمله هي اللي بتاثر آه على كونها تكون جمله مضبوطه قد ايه هون آه كمان باستراتيجيات التعلم قد في صعوبه فيها هالشغله هي بصير تعلم اللغوي بشكل طبيعي يعني ما بيكون في ما لازم علينا نعمل مجهود زيادة لنعلم الولد تركيبة الجملة الصحيحة الولد اللي عنده تطور طبيعي رح يكتسبها عفويا بينما الولد اللي عنده صعوبات تعلمية وصعوبات باللغة الشفهية والتطور الشفهي رح يبين أكثر شيء بتركيب الجمل الطويلة يعني رح نلاحظ الولد اللي عنده صعوبة لغوية بدل يستعمل كلمات بسيطة نعم. يمكن وجمل تركيب جمل بسيطة مش كتير متطورة حتى بالتعبير الكتابي بنلاحظ على طول انه منها بيعمل جمل قصيره ما بيقدر يطورها اكثر لانه منه ممكن من, من اللغه وعنده ضعف باللغه كلغه يعني كجرامر عم بقصد كقواعد آه. لغه لان المفردات بتضلها تتطور كل العمر يعني حتى آه. نحن بعمرنا بنتعلم على طول مفردات جديده هو الشيء الوحيد اللي ما بيوقف تطوره كلغه واللغه جوال اولادك باي لغه بيحكوك؟ بنحكي إسبانيا؟ هن بيتعاملوا معك بالاسباني؟ بحكي انا وياهم بالاسباني، بحكي انا وياهم بالفرنسي، وبنحكي عربي كمان. بس هني بأي لغة بيحكوا منا تلقائياً؟ يعني بتجي على تلقائياً؟ أه، بنحكي فرنسي أكثر نعم. بالبيت. أه، كمان التواصل بيكون باللغة الإسبانية. أه، هلا مع أصحابهم بيحكوا فرنسي. نعم. عندي جون بول ما بيعرف يحكي عربي، بيحكي شوي أه، لأنه تعودنا نحكي بلغات أخرى بالبيت. هلا عم نرجع نركز على العربي. نعم وبالمدرسة؟ بالمدرسة الفرنسية نعم آه لا كمان لدول آه <applause> هن اللغتين العربي والفرنسي هن منيح فيهم الا اذا جون بول شوي يعني مقصر عم بيمشي حاله عم بيمشي حاله عم بتجربي بدروس مكثفه ومطالعات نعم. يعني المطالعه كتير مهمه لاكتساب اللغوي ده نعم. اهم شيء المطالعه كمان مش بس نتعلم بالبيت اللغه المحكيه يلي هي لونغ اورال او فيربال لازم يكون في عنا مطالعه آه تكون مسنوده بالمطالعات والكتابات كمان آه المطالعه آه قد مهمه آه ب وقت عم نتعلم لغه منهم بيركزوا اكثر على السمع انه لازم آه نسمع آه اللغه اكثر ومنهم بيقولوا لازم نقرا قولي آه شوي وضحي لنا كيف اذا بدنا نكتسب لغه باي استراتيجيه بدنا نفوت عليها؟ نين بيكونوا ماشيين بالتوازي لانه اذا الولد منه ممكن بالكل شيء محكي وشفهي ما بيقدر ينتقل للكتابه يعني اذا بيعمل اخطاء شفهيا بيعمل اخطاء كمان كتابيا من هيك الولد من هو صغير حتى بالمدارس بنلاحظ كتير بشجعون انه ياخذوا من المكتبه كتب من مكتبه المدرسه كتب من صفوف من عمر ثلاث أربع سنين وبيقولوا للاهل انتم قولوا القصه لهم القصه فيكتسبوا اول شيء ويجمعوا معلومات ومخزون سمعي ومخزون مفردات وتركيبة جمل من هن وصغار تا ينتقلوا شوي شوي للكتابه لانه بينت في دراسه عملية على آه كميه الكتب يلي بيقروها الاهل انه بالاخص قبل ما ينام الولد نعم. انه كل ما نقرا قصه كل ما هو يجمع مخزون مخزون مفردات اكثر هيدي وفي هي الدراسه عن السمع تعرف. يعني, بيكون الولد بعده صغير بحطوا له اغاني بحط له آه بعدة لغات لا يتعود سمعه على آه مخت... على اللغات المختلفه صح. بالإكتسب... الإكتساب, الاكتساب اللغة ما بيصير بس بالحكي مع الأهل بيصير عبر في، عبر النشاطات اللي بيعملها عبر المدرسة المحيط الأصحاب يعني كله بيأثر على تكوين وتغذية اللغة وتغذية اللغة أكيد تلقائيا بتجي من تغذية الذهن يعني أنت قديش بتكوني عم تعطي عم بتزدي معلومات للذهن البشري اللي هو عند الولد بعده بطور التكوين إذا بدك ندى بتكوني عم بتساعديه يكتسب هاللغة واللغة بالنهاية هي هوية البشر وتراث البلد اللي كتير مهم إنه الواحد يكون عم يكتسبه كمان حضرتك كمان أعلامية نحن عرفنا عنك كمترجمة بس ما حكينا عن دورك كأعلامية وبرنامجك ملتقى اللغات صحيح ندى كان عندك برنامج ملتقى اللغات برنامج حواري بتحكي فيه عن وكنت ضيفتي رقم اثنين بتتذكري اللغات عامة <applause> نعم. قدي حسيت هيدا البرنامج عطى او بين لك قد اهميه هاللغات وقت بتلتقي اللغات شو بيصير؟ ملتقى اللغات هو شاف النور بالصيفيه تقريبا الصيف الماضي اللي قطع علينا بيتناول او يتداول بموضوع اللغات اللغات كلها كانوا ضيوفنا هن سفراء قيمين بوطننا بوطننا لبنان سفير الارجنتين سفير كلهم بنوجه تحيه اكيد كل السفراء المعنيين بالبلدان المختصه بلبنان وكانوا عم بيسلطوا الضوء على اللغه كلغه يعني مثلا رح ناخذ لغه الاسباني يلي هي صله الوصل او جسر نعم. عبور بين لبنان واسبانيا فعلا ندى كان من الضروري انه يكون هذا البرنامج لناحيه وحده تسليط الضوء على تعزيز الثقافات نعم. الموجوده بين البلدين وجسر العبور الموجود بين بلد, بلد, بلد اي يعني وبلد بلد بي بلد A وبلد بي اللغه هي فينا نقول انه بتخلينا ننقل ثقافه مش بس بتنقل كلمات ومفردات هي ثقافه هي طريقه فكر هي سلطه الوصل بين الشعوب ندى نعم. هي سلطه الوصل بين الشعوب قد حضرتكم وقت عم بتعلموا الولد أما عم بتساعدوا الولد بتعلم لغه، قد بتحسوا انه تعلم لغه ممكن يطور منطق او ممكن يطور التفكير عند الولد؟ آه اللغه هي بتعكس كل حركات الفكر يعني نحن وقت نقدر وقت الولد يشرح او يخبر قصه بني هي مثلا في تسلسل افكار في اولا ثم ثانيا وثالثا نعم. واخيرا يعني حتى بالحديث اللي بخبره الولد في منطق وتحليل وترابط افكار واشياء بقولها لازم تكون مناسبه للكونتيكست يعني للسياق للسياق الحديث اللي هو فيه يعني ما في يكون نحن عم نناقشه مثلا بموضوع المدرسه آه ويجاوبنا بشيء ما خصه كليا عن الموضوع، يعني هيدا نعم. بيكون كمان في مشكله يعني عند الولد من ناحيه المنطق والتحليل وربط الافكار والربط السبب بالنتيجه، يعني كل هول اللي ببينوا بالنطق وباللفظ وبالحكي بيعكسوا كل حركات الفكر مثل ما كنت عم بقول عند الولد. وصلنا لنهايه القسم الاول من حلقتنا لليوم. انترونا بعد الفاصل. بنتابع القسم الثاني من حلقتنا لليوم مع في بالستوديو السيده جوال عزيز المترجمه المحلفه وانا كيشيشيان مقومة النطق جوال كانت خلصت قبل الفاصل عنا كنت احب تعقبي على قالته اللي قالته استطرادا اللي قالته سيده انا كمان اللغه هي كتله من المشاعر هي نسق من الاشارات اذا بدك ندى يعني نعم. اليوم الولد بده يعبر عن حاله نفسيه معينه بعبر عنها بلغه معينه اصبح كيف اذا بتعرفي لغه اثنين او ثلاثه بذات الوقت بتكوني عم بتعبري بطريقه صحيحه وسليمه هيدي هي الفكره آه هون رح نرجع شوي اكثر للمدرسه لتعلم اللغات في كثير مدارس هلا عم ببلشوا بثلاث لغات من الصفوف الصغيره يعني من صفوف الحضانه او الروضه قد ايه هذا الشيء مفيد وقد بيسهل على الولد تعلم اللغات اكيد مفيد لانه كل ما نبكر باكتساب اللغات بعمر صغير من اول ما يخلق الولد حتى يعني مش حتى بعمر المدرسه كل ما يسهل اكتساب القراءه والكتابه بهاللغه نعم اكيد يعني بيساعد طيب تعلم اللغة عن كبر يعني في كتير أولاد بيكونوا عايشين بلبنان أما بحي لا بلد عربي بيصير في ظروف بيصير في نزوح بيصير في هجرة آه لبلدان يمكن ما بيحكوا لغتها ومثل ما شفنا بالتقرير يعني في كتير أشخاص بيحكوا لغات أجنبية أكيد ما تعلموها بالمدرسة تعلموها بسبب الهجرة أو العيشة ببلد أجنبي آه كيف بيصير تعلم اللغة بهالحالة هيدا؟ الولد اذا كان احادي اللغه من نعم. هو صغير وصار في تعلم لغه تانية بعمر الثلاثة اربع سنين يعني عند دخوله للمدرسه او اكثر بعد للغه تانية بيكون بيقطع الولد بنفس المراحل اللي بيتعلم فيها كلغه اولى بس بفرق زمني نعم. يعني كانه عم بيرجع من الاول وجديد آه، للمراحل اللغوية اللي لازم يقطع فيها يعني اكتساب المفردات أصوات هيدي اللغة الأحرف آه، تركيبة الجمل بس نحن بنعرف أنه يمكن اللغة الأم بنسمعها بنتعلمها بسرعة كتير بسهولة أكتر من لغة عم نتعلمها على كبر صح شو السبب شو السبب هلا في دراسات بتقول منكون انه اصغر يمكن ما بنكون عم نعرف يعني ما عندنا استراتيجيات بالتعلم نعرف نحكي هاللغة وبس نجي نتعلم على كبر لغة بنحس بصعوبة تعلم كل اللغة شخص عنده نمط في ناس عندها قدرات لغوية كتير قوية تتعلم عدة لغات من دون أي صعوبة والولاد إجمالا الدراسات بتقول قبل عمر 6-7 سنين إذا بلش بلغه ثانيه بيكون كانه عم بقرب من مستوى لغه الام باللغه يعني. الثانيه بس اذا الولد تاخر ليبلش باللغه الثانيه يعني اكثر من سبعة ثمان سنين هون بيصير في بطء وصعوبه بالتطور فيها وفي حتى اشخاص قد ما اشتغلت على اللغه الثانيه بنوصل لمحل بيستعملوها حتى لغويا انه باللانجويستيك يعني بيتحجر يعني تتحجر اللغه ما بتعود تتطور يعني بنوصل لمحل ما بعود نقدر نطور اللغه وبنعمل نفس الاخطاء على بس مش معناتها يعني في مشكله معناتها انه كل شخص عنده قدرات غير مختلفه ال... غير دي عن فيما يتعلق بتعلم اللغات بس بتضل اللغه الام يمكن هي اللغه المكتسبه اكثر شيء صح اذا ما في صعوبات تعلميه، اذا ما نعم. في صعوبات لغويه، يعني حتى الولد دي اللي عنده اياها كلغه ام وعنده صعوبات فيها رح تضل موجوده هذه الصعوبات على طول حسب القوه تبعها إذا بتسمحي لي ضيف شغله هون عن لغة الأم ندى، نحن بلبنان تنحكي عن اللغة العربية لغتنا الأم. آه نحن عندنا هون شقين، آه أول شيء العامية وثانياً الفصحى. نعم يعني هون فينا نعتبر إنه العامية هي لغتنا الأم، الفصحى هي لغة مختلفة. ما هذا اللي بدي أقوله، الفصحى الفصحى لغة أخرى، الفصحى صار فيها حروف تطورت وبعض نعم. الحروف آه الأخرى اللي سقطت. وهيدا هو مدرسة أخرى نحن تنكون عم نكتسب أو عم يكون عنا أرضية معينة لها اللغة الاكتسابة لأنه العامية كتير هينة نعم. كلنا فينا كلنا بنحكيها مظبوط نتداول فيها ونحكيها مظبوط صحيح كنا ندخل عليها لغات أجنبية متل ما عم سهلة حاليا صح نعم. بس اللغة العامية وبالأخص لا إنه المطالعات اليوم خفت كثير صار عندنا اللوحات الإلكترونية اللي هي شغلنا الشاغل بطل في المطالعة يلي بنخصص لها وقت معين أصبحت اللغة العامية لغة صعبة و اللغة الفصحى اللغة الفصحى عفوا أصبحت لغة كثير صعبة للاكتساب ومدرسة أخرى بحد ذاتها صح نعم. هيدي عن اكتساب لغه الام يعني. قبل ما نرجع تابع معك عن موضوع الترجمه ودقتها آه في عنا صعوبه كمان مرات باللفظ يعني وقت نتعلم لغه اخرى مصف. اذا شخص تعلم فرنسي وهو صغير يحكي عربي ولا ممكن يقدر يلفظ احرف نحن بنلفظها بكل سهوله آه شو السبب هون وهل الولد. هل مكومة كمان. النطق ممكن انه تساعده آه كل الاحرف اذا ولد ما عنده اعاقه بنرجع بنقول او حاله خاصه جسديا او فكريا او ذهنيا اكيد كل الاحرف فيها تتصلح نعم. لو شو ما كان الولد من اي شخص بلد اللي جاي لانه في طريقه اللي... حركه لكل عضله اللسان نعم. او شفيف تطلع بس هيدي هيد فيها تكتسب على عمر متاخر فيها تكتسب كاحرف تتعلم كلفز. احرف ولفظ كصوت نعم في يكتسب على نعم. حياة العمر هلا مع انه يعني من رائب مثلا الاشخاص الفرنسيين ما بيقدروا يحكوا انجليزي مزبوط يعني اللفظ ما بيطلع معهم مظبوط صح نعم. بس نحن شعوب شوية شوي عنا عنا ميزه عن غيرنا الشعب اللبناني نعم. انه نحن بالاخص الشعب الفينيقي يتقن مخارج الحروف نعم. نحن هذا اللي عنه عن سائر الشعوب يعني بتلاقي الانجليزي منه قادر يقول الاخ لا دي دو ار لفظ الأغ اذا بدك اللي آه هي بالفرنساوي يعني يلي نحن بالعربي بنلفظها ر نحن هينا علينا نكون عم نلفظها لانه نحن بالاساس نتقن مخارج الحروف اللي هي الحروف الحروف الصعبه مثل الط والعه والق هدول نعم. اصعب والخ اصعب من يعني الحروف العاديه حتى حرف السين في عندنا الثين السين الثاء والذ والذاء 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 الزين يلي هن حرف واحد ممكن يكون نعم نعم انه هون بالعربي كثره اللفظ يعني في عنا عده اصوات لعده حروف ما موجوده بغير واصوات لغد. متشابهه اذا بدي نعم أه بتكوني بكون في عليها وتر اكثر او اقوى مم. من غيرها صح من هيك الولاد اللي عندهم صعوبات تعلميه أه اذا كان عندهم صعوبه بنطق الاشياء شفهيا نعم. رح يكون عندهم صعوبة بتمييز الأصوات حتى سمعيا نعم. بالكتابة رح يخلطوا بين كل هالأحرف المتشابهة سمعيا وعنا المتشابهة بصريا بالعربي بالأخص نعم كمان. جوال عن مشكل... موضوع الترجمة عن موضوع الترجمة <applause> مشاكل الترجمة كيف بتبين؟ أنا الترجمة عالم آخر نعم. من اللغات والحروف واكتساب كل المصطلحات نعم. التقنية يعني أو غيرها من يعني هل كل شخص بيتقن لغتين قادر يترجم هيدا اللي بدي اسالك يعني في, في ما كلنا بنحكي هلا لغتين وثلاثه يعني انا بحكي عده لغات، هل انا ممكن اكون مترجمه اما في اصول لاقدر اتقن هاللغتين وانتقل من لغه لاخرى؟ اكيد هيدا المهنه فيها اصول اولا، انا مش مهم اتقن لغات بس مهم اعرف السياق اللي الكاتب نعم. عم يكتب فيه، انا اليوم بسياق طبي في بعض المصطلحات اللي تصب بقالب معين بس هذا القالب حسب حسب اي سياق هو فيه اذا عم نحكي عن مرض السرطان بالسرطان في عندك كذا تشعب لمصطلح واحد هون بدك تعرفي انت تحطي السياق المعين آه لا الترجمه مش ما كان فيك أم فيها عمل ضيق جدا ولا سيما اذا كنت ترجمين محلف يعني انت مؤتمنه على الختم من دولتك <applause> وقت <شروح> آه محلفة حلفة اليمين القانوني القسم ما بتغيري بال صحيح وبدك تكوني كثير امينه لاداء الترجمه اللي انت يعني عم تقومي فيه فعلا نعم يعني. قبل ما نتابع حلقتنا رح بنكون مع تقرير وبنرجع بنتابع الحديث معكم اكيد اللغات كثير مهمه من زمان بتذكروا كلكم كانوا يقولوا لنا انه كل لغه بانسان افتكر قديش بيكون غني اللي بيعرف اكثر من لغه او اثنين او ثلاثه يعني يكون عده اشخاص بدون ما نروح بخط انه ببطل عنده شخصيه محدده بالعكس هي ثروه كبيره نحن لانه مشددين انه يكون المستوى على درجه معينه يمكن يكون عندن هفوات او نقص ببعض الاشياء من هيك بياخدوا دورات صغيره 50 ساعه 80 ساعه 40 ساعه حتى اللي عندن اياه على خلاف النوية يتصالحوا عملية مصالحة بأي لغة من اللغات بس بيجوا كلهم مبدئيا يعني عندن ثلاث لغات أول سؤال لازم نسألوا إذا لغته الأم بيتقنها ببلاغة لأنه حطيتي كثير عالي السقف خصوصا لما استعملتي ببلاغة خلينا نقول يتقن اللغة البلاغة ندركها ندفع على جنب إيه قادر هل في ثنائي اللغة كامل؟ هل في ثلاثي اللغة كامل؟ في بشو بتعبري عن عواطفك؟ الشيء القريب كثير العاطفي يمكن بتضل اللي منسميها اللغة الأم بس السؤال أي لغة هي اللغة الأم؟ مع تعدد اللغات، يعني الأشياء باللغات والتواصل منا هيك منظمة بجوارير هيدي هون وهيديك هون، لا في خلط بين بالمعنى الايجابي رسميا بلبنان عندنا ثلاث لغات وبيرجع بضيف عليهم رابعه نحن عنا مركز كونفوشيوس بالجامعه يوم السبت بنفتحه لاولاد الصغار يعني من سبع سنين وطالع بيجوا أولاد صغار بيتعلموا أكيد أهلهم بيعطينهم بس بيعطينهم بهدف أنه يمكن المستقبل لإلها فإذا في قبول للغات يعني بالاضافه هذا الصغير اللي عم بيجي عمره سبع سنين بالاضافه للي عم بيسمع بمدرسته عربي وفرنساوي وانجليزي ويمكن تلياني او اسباني عم بيجي بيوم عطله ياخذ صيني يعني في قابلية نحو لغات ما عادت بس مادة تدريس بالمدرسة ومننساها لا على زغر التجربة كتير كويسة مع انه بعرف في كتير بينتقدوا انه اول شيء لغته الام وبعدين يبلغ 13 14 او ما فوق خلي يروح على لغتين التجربه بلبنان بتقول انه لا مش مزبوط حتى لو الشنطه زادت شي نص كيلو بزياده وبكره مع, مع الاختراعات الإلكترونية يعني يمكن تخف، بس المبدا انه بيستوعب بيستوعب كتير أه بعد سفنجي عم عم تمتص هالولد من الوقت اللي عم بيروح على الصف الاول عم بياخذ لغتين وعم بيحكوه بلغتين بعد صفين ثلاثة بثلاث لغات إضافة للبيت اللي ما فيه إيه من هيك عم بيطلع بلا لغات مش مزبوط مش عم بيطلع بلا لغات أبدا كيف بتقدمي له الشغلة للتلميذ بأي عمر كان إذا عم تقدمي له إياها بالتهديد والوعد والوعيد فرط من إيدينا هل يا ترى لما بنتعلم لغة جديدة دايما ناخد اللي بنتعلمه وبنعرضه على لغتنا هيديك يعني تنعمل مقابلات هيك بتقولي ما هون يعني مش معناها ترلل لا يعني دائما في مرجعيه معينه او قياس اذا ما حبوا اللي عم بيعلم هاي بس مش اكثر بهالبساطه ايه يعني لما بيقولوا افت هلا عنا آه راح خلص راح, راح مش مش اللغه هي اللي, اللي كذا كلها راجعه على طريقه تقديمها وطريقة تعليمها ما يخافوا من اللغة وأكثر شيء ما يخافوا على العربي من اللغات الثانية بالعكس أبدا هو إسراء وإغناء وموجود العربي وين ما كان موجود ببقية اللغات كمان آه هذا دليل إنه قديما ما كانوا خايفين ليش هلا بدهم يخافوا عليه بشكر البروفيسور اريه عويس العميد الفخري لكليه الترجمه بجامعه القديس يوسف في بيروت على التقرير الحلو فعلاً فعلاً. اكيد يمكن هون شفنا خلال التقرير قال انه في كثير اولاد عم بيروحوا يتعلموا حتى اللغه الصينيه فعلا اول شيء بنوجه له كل التحيه والاحترام فعلا ندى اللغه الصينيه اصبحت لغه كثير مهمه هي لغه التجاره الاولى نعم والمنتشره عالميا من بعدها بيجي اللغة الإسبانية وبيجي اللغة الإنجليزية صحيح آه كثير مهم بهالوقت وخصوصا لسيما اللغة الصينية اللي هي لغة هينة وسهلة للاكتساب والتعلم انما كتابة صعبة, صعبة كثير حتى باللغة الصينية آه ندى مثلا إذا أنت عم تحكي وقع معين ب بنبرة صوت معينة مم. كلمة واحدة بتختلف معناها هي كل نبرة الصوت مختلفة بنبرة مختلفة تختلف تختلف أكيد هون لأنه في عنا التواصل يلي هو مهم أنه اللغه منا لحالها يعني منا بس هي, هي, لغه حيه لغه حيه وهي كمان بدنا ناخذ المتكلم مع مين عم بيحكي والسياق اللي عم بيصير فيه الحديث لنقدر نفهمه مزبوط نعرف انه كثير مرات في اشخاص وقت بيقولوا اشتزق لي من كلمه وحور المعنى آه لا. هون كمان رح نرجع لاكتساب لا اللغات بعمر مبكر قد ممكن يسهل هيدا الشيء كون تكون انه تكون لغه بالمدرسه عم تتعلم مش بس بالبيت وقد اهميه آه الوسائل الاعلاميه يعني وقت اللي بيحضروا الاولاد لنقول رسوم متحركه بلغه اجنبيه قد بتساعدن بتساعدهم انه يكتسبوها آه هيدي على للفكره اللي هي انه آه وقت الولد يتعلم عده لغات من, من هو صغير او يسمعهم من اهله من اول ما يخلق لانه حتى المجاغات نعم بنسميها المجاغات الولد بيجاغي بالاحرف يلي هي بترتبط باللغه يلي عم يسمعها اكيد كثير مهم مثل ما قلت نحن اول ما يجي الاهل يجوا الاهل لعنا تنعرف شو هي اللغه الاولى او اللغه الام عند الولد نعبي مثل التقييم تنشوف قد هو بيسمع تي في باي لغه بالنشاط اللي هو عم بيتابعه برات المدرسه اي نعم. لغه عم بيسمعها الاهل الاهل يلي بالبيت او المساعده يلي حتى هي بالبيت بتساعد بالبيت اي لغه عم تستعملها مع الولد نشوف كميه التعرض لهاللغه هون المساعده بالبيت كثير مرات بتكون بتحكي كثير غلط لانه يعني لغتها الام فح. بتكون كثير مختلفه وبتصير تكتسب لغات بطريقه كثير اللغه بطريقه كثير خاطئه قد ممكن ياثر وجودها او تعاطيها مع الاولاد على لغتون للاسف الشديد كثير اوقات الام عم بتكون عم تضطر تكون غايبه لاسباب القيام بموجباتها عم بيضطر الولد يكون مع الخادمه للاسف الشديد برجع بقول انه الخادمه عم بتلقن الولد اللغه الخاطئه المساعد يعني في المساعدة في المنزل عفوا عم تعطي لغه خاطئه ولغه مكتسبه بصوره غير سليمه وصحيحه فعلا <applause> انا رح احكي من الناحيه العلميه انه هالولد اوكي اكيد صحيح انه عم يسمع كلمات وجمل وحتى احرف مخارج حروف مش مزبوطه بالمساعده اللي عم تستعملهم يعني الكلمات اللي عم تستعملهم على الاهل هون يصلحوا بطريقه غير مباشرة بطريقة عفوية لا. من دون ما نعم. يجبروا للولد أنه يعيد الطريقة أو الصورة نعم. الصحيحة للكلمة وإذا الولد ما عنده صعوبات بيتخطى أكيد رح تكون هيدي فترة مرحلية ورح يصير يميز التركيبات الصحيحة من التركيبات الغير صحيحة يلي عم تقولوا كانت جوال ويلي المساعدة بالمنزل يعني عم بتكون عم تلفظهم غلط بيصير اخر شيء الولد يصلح له مش مش هل الاهل صارت ايه معنا بالماضي <applause> هل الولد وقت اللي هو بيختار شو بده يحضر على التلفزيون اي برنامج بده يحضر هل اختيار لغه البرنامج بتدل عن محطته للغه ام تفضيله للغه على اخرى ام بتكون اكثر لفهمه اللغه؟ اكيد هو اذا الولد مرتاح مثلا باللغه الفرنسيه رح يفضل يحضر كارتونز او رسوم متحركه باللغه الفرنسيه اكثر نعم. مما كنا نحن يمكن عائلنا نحضرهم بالعربي نعم. جوال <applause> انا انا بقول انه اذا بيعرف ثلاث لغات بالبيت. من خلال خبرتك مع اولادي من خلال بالبيت. خبرتي اذا بيعرف ثلاث لغات هين عليه يتنقل من محطه لمحطه اخرى بيحضر بثلاثه بنفس السهوله بيحضر بثلاثه بس بيبينوا تفضيل للغه معينه لا ل... لانه مقدرة لبرنامج ألفهم... معين لا لانه ما الفهم واستيعاب اللغه هي هينه وهي متساويه باللغات الثلاثه اللي نحن عم نحكي عنهم يلي هن نعم. بس هلا بدي اعقب عليك ندى بالنسبه لموضوع الصحف والمواقع الالكترونيه نعم. سهوله تعلم الولد للغه بعمر معين صح مثل ما قالت ست أنا. أنا. انا بالنسبه للغه من عمر واحد لثمانيه كتير هينه انه يكتسب اللغه تلقائيا وبصوره عفويه وسهله اصبح من بعد عمر الثمانيه صار كتير صعب عليه للولد يكتسب هاللغه بس هون بهالمرحله من الواحد للثمانيه وقت يبلش يقدر يقرا ويقدر يصغي جيدا للمواقع الالكترونيه صار في عندنا هون فصي او فجوه كتير كبيره لانه حتى المواقع الالكترونيه غير متقنه لغويا يعني, يعني. عم بيتعلم غلط عم بيكتسب عادات غلط وما عم بياخذ اذا بدك اصول اللغه يلي هي بحروفها دسمه وبحروفها يعني هون صحيحة. بدي تنوهي على شغله انه المواقع الالكترونيه مش كلها صحيحه مش كلها صحيحه، م. يعني اذا كانوا عم بيشتغلوا على المواقع الالكترونيه عم, عم بيكتسبوا لغه خاطئه عم بيكتسبوا لغه خاطئه تماما لانه حسب من موقع لموقع عم بتكون المستويات متفاوته جدا ومختلفه فعلا في منهم بيحكوا عن لغه بيضة هذه اللغه البيضاء للاسف الشديد صارت كثير ريجة هلا اللغه البيضاء هي بيكتسبها الولد بعد 8 سنين اللي نعم. بدو بده يتعلم اذا بدك صياغه سليمه لجمله صحيحه بس نحن عم نحكي عن القراءات اللي بقوم فيها المطالعات بقوم فيها ولد ب بترانش داج اللي هي فئه الاعمار نعم. من واحد ل 8 واحد اكيد ما بيعرف بيقرا بس نعم. وقتها يبلش يعرف يقرا عم بتكون هاللغه لغويا ركيكه بس مرات يعني عم تقول هلا بيعمر السنة ما بيعرف يقرا، بس ما بيعرف اذا بده يصغي بيصغي بيصغي بيصغي, بيصغي صحيح لبعض الجمل او الاغاني يلي منا بمخارج الحروف تبعه نعم، صح. بس في مرات بيكون في لعب ما بعرف اذا اكيد اولادك يمكن نعم. لعبوا فيهم بتعلمهم الاحرف بيعلمون طريقه اغاني بيعلمون الاحرف الاحرف الابجديه هي ما عندنا مشكله فيهم بس عندنا مشكله وقت يكونوا يركب احرف مع بعضهم يمكن وقت يكون اللفظ غير صحيح هيدي المشكله الوحيده يلي بعدنا اليوم عم نصادفها ببعض المواقع الالكترونيه، يعني بدنا نعرف اذا بدك ننقر الموقع نقي الموقع يلي هو خرج انه الولد يغتني او يكتسب منه بنلاحظ كمان انه كثير مرات الالعاب يلي بيستعملوها الاولاد يلي هي الالعاب الالكترونيه تعتمد اكثر اللغه الانجليزيه، قد ايه هدول الالعاب بتخلي الولاد يكتسبوا الانجليزي بطريقه اسرع وبهينوا إيه. اللغه الانجليزيه. اكيد لانه وقت الولد يعني هن الافكار متواصله بين بعضها، نعم. وقت الولد يكون عم بيسمع بالرسوم المتحركه كلمات بالانجليزي او جمل بالانجليزي او فيديو جيمز او العاب يعني مثل ما كنا عم نقول بالانجليزي هذا الشيء اكيد بيسهل بيسهل والولد بيحفظ بسرعه وبيكرر بسرعه بسرعه جوال اولادك كيف اكتسبوا الانجليزي من خلال هاللعاب ام ما لا اكثر بالمدرسة؟ يعني انا اولادي مثل ما قلت ببدايه بمقدمه البرنامج يعني نحن نحكي اسباني فرنسي, عربي الانجليزي بعد نعم. اه ما اكتسب, بعد ما اكتسب ولا, ولا بالمدرسه حتى لا بعد ما بلشوا فيها بالمدرسه، بس انه بنعرف يمكن انه الانجليزي هي اهون لغه انه تكتسب، لا؟ هيدا آه فكره موجوده اكثر شيء عندنا عند العالم، <تصفيق> <تصفيق> بس فيها يمكن خاطر بالدول العربيه <applause> بذهنيتنا بس آه ببلاد برا لا فيهم يكتسبوا الانجليزي والفرنسي وغير لغات بنفس القوه وبنفس القدره هون حسب اي باي عمر بتفوت اللغه الثانيه يعني, يعني هون مثل ما شفنا بالتقرير كثير بيقولوا انه اللغه الفرنسيه اذا اكتسبناها هونت علينا تعلم كتير لغات مشان هيك الاهل بفضلوا يعني بيجوا يختاروا بيقولوا مم. انا بدي اعلمهم مع العربي بس مش شرط. لغه فرنسيه لانه بعدين هيدي اللغه الفرنسيه رح بتسهل عليهم يتعلموا الانجليزي يتعلموا الاسباني يتعلموا لانه الهند اوروبيه اللي هني اللغة اللاتينية نعم أهين لنا نحن كشعوب خصوصا بمنطق مجتمعاتنا هون نعم. أهين إنه نكتسبها اللاتيني من الأنجلو ساكسون نعم. يعني الأنجلو ساكسون عم نحكي إنجليزي عم نحكي ألماني مم. مشتقات اللغة نعم. أصعب أصبح اللاتيني أهين صحيح وقت تكوني عم تحكي مخارج حروف مشت... نعم. مخارف مخارج حروف عفوا مشتقاتها هي اللغة الأنجلو ساكسونية أصعب إذا تعلمتيها اولا ما تكوني عم تتعلمي اللاتيني ثانيا نعم اند فايس اذا كنت عم تتعلم اللاتيني قبل نعم. وترجع وترجعي تاخذي الانجلو ساكسوني لللفظ صحيح نعم توافقين الراي؟ اكيد اكيد يعني يمكن صعوبه باللفظ هي اللي بتحيي اكثر رح ياخذ رح ياخذ شويه وقت بس اذا الشخص اصر وكان محمس انه يتعلم اللغه الثانيه بنفس الطريقه وبنفس القوه رح يقدر يوصل يعني حتى لو كان مكتسب اللغه الانجليزيه بدرجه اولى صح حديثكم مشوق الموضوع دسم ما بيحمل حلقات عده يعني ما فينا بعتقد نحصره بحلقه واحده بس للاسف شكتنا. وقتنا ضيق الوقت والوقت دهمنا صار لازم نختم حلقتنا لليوم انا بشكركم بشكر وجودكم معنا سيده جويل استاذة جوال بنشكر وجودك معنا شكرا لاستضافتك لنا كمان التوفيق السيدة أنا بشكرك. أنا بشكرك لوجودك لو معنا وبتمنى لك. أنه جهودك وتعبك مع التلاميذ ومع الطلاب يعطي الثمار ويكون في عنا جيل بيحكي مش لغة بيحكي عدة لغات لأنه بالنهاية اللغات هي بتخلينا يكون في عنا حوار والحوار هو أكيد السلاح الوحيد يلي فينا نرفعه بوجه الحروب وهو يلي بقد إنه يكون في عنا سلام بأوطاننا بالوطن العربي وأيضاً بالعالم مع هالنهاية المتفائلة أنا بودعكم وبعطيكم موعد الأسبوع المقبل بحلقة جديدة موضوع جديد وأجوبة جديدة وحلول جديدة كونوا معنا وما تنسوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم بتشوفونا على الشاشة تويتر فيسبوك وإنستغرام إلى اللقاء